وحاول الآن بوزرار لمجدني اللي يلعب جناح أيمن رقم 13 عمارة لونيس لمجدني وكانت فرصة ذهبية كما شاهدنا سبابطي فوزي رقم 6 حمروني علي رقم 13 وكسوري فوزي رقم 5 الفريق الجزائري دخل بالتشكيلة الآتية نقلي وليس الهشمي عربوي نادير ليلعب جناح أيسر ويعمل رقم 9 بس منصف يقذف الكرة الآن حارس رقم 13 علي والهدف في الحقيقة المدافع الأيسر بتاع الفريق قلنا العربوي نادير ليلعب جناح أيسر في التشكيلة رقم 9 عمارة لونيس رقم 10 أبو خبزة رقم 11 لمجدني إدريس رقم 13 نقلي الحارس بوراس رقم 7 وبوزرار رقم 4 ألف لصالح تسابة موسى رقم 2 لصالح الفريق الجزائري بينما النتيجة 3-0 لصالح الفريق التونسي أهداف كانت سريعة وخفيفة جدا وتصدي خشنا شيئا ما للجناح الأيمن الفريق الجزائري لمجدني إدريس من طرف رقم 13 حمروني علي ومخالفة ضربة حرة في 9 أمتار لصالح الفريق الجزائري بل ضربة جزاء عفوا بينالتي حماس كبير والتنافس شديد جدا بحيث دارت خشونة شيئا ما وابو خبزة عبد القادر يسجل الهدف الثاني لصالح الفريق الجزائري سوري سبابطي رقم 8 خلادي يرجعها لكسوري فوزي 5 كسوري فوزي وجه قطفة قوية في اتجاه نقلي والهدف الرابع الهدف الرابع لصالح الفريق التونسي ضربة حرة لصالح الفريق الجزائري 9 أمتار قطفة من طرف ثابت موسى يرجع الحارس بس منصف وهدف الهدف الثاني لصالح الفريق الجزائري خلادي سوري خلادي مرة أخرى رقم 8 أقدم لاعب في الفريق التونسي خلادي محمد عنده في عمره 30 سنة ويلعب مع النادي الإفريقي كلوب أفريكان تاع تونس وانتخب تقريبا 60 مرة في الفريق القومي التونسي وهدف هدف ممتاز بحيث أن سوري فوزي كان خادع الجدار نتاع الفريق الجزائري دائما التمريرات القصيرة من طرف اللاعبين تاع الفريق الجزائري وضربة جزاء بينالتي يسجل الهدف الثالث 5 لصالح الفريق التونسي 3 لصالح الفريق الجزائري بوزرار يقدر يسجل بوزرار فاروق قطفة قوية وسجل بيده اليسرى حارس المرمى كان تلقى جروحات شكون نقلي هاشمي خرج ودخل مكانه نقلي وخلص نقلي عليها عندنا الحارس الاول هو هاشمي بينما يشير الحكام على الطاولة على النهاية الرسمية حسب الوقت نتاع الشوط الأول لينتهي إذن بنتيجة 6-5 لصالح الفريق التونسي بينما تبو حملة بالفشل بينما يخرج نقلي الحارس ويتصدى لهجمة ولم تقدر يتقدم ويحاول يقذف يتصدى له اللاعب رقم 8 خلادي محمد مما يعطي اظن ضربة جزاء بينالتي لان اللاعب كان في وضعية حسنة للقذف وحسب القوانين لغيغلومون تاع كرة اليد ضربة جزاء بينالتي لصالح الفريق نتاعو والفرصة الذهبية بينما لم جدني ادريس متأثر شيئا ما بالسقوط نتاعو على ارضية الملعب وهي من خشب اذكركم
الجزائري من طرف عمار الونيس الاختصاصي في هذا الميدان. ثابت يهدف ويسجل، ثابت موسى رقم 2 يهدف ويسجل الهدف الاول نتاع الفوز. تزايد واثاره كبيره سواء في وسط الملعب نتاع قصر الرياضه، وثابت موسى في محاوله اخرى لكن بدون نتيجه، بينما لمسة داني ادريس الجناح الايمن يستفيد من ضربه جزاء. لمسة داني ادريس رقم 13 الجناح الايمن تاع الفريق الجزائري يستفيد من ضربه جزاء بينما عثروا وتصدى له الحارس بس منصف واحد المدافعين عماره ويسجل. عماره لونيس يسجل الهدف الثامن، 8-6 دائما لصالح الفريق الجزائري. بخبزه تبادل الكره مع عماره وترجع الكره عند بوزرار. عماره ثابت عماره لونيس بوزرار فاروق اتجاه بخبزه اللي يلعب جناح ايمن. عماره لونيس بوزرار ثابت ويخدم. هذا اقل ما يمكن ان يقال تاع الفريق التونسي. ما يمكنش باش يسجل العدوي نذير. هجوم مضاد لصالح الفريق الجزائري كان سريع جدا كما شاهدتوا، وكان مرر بخبزه عنده الكره الان وزرار بخبزه جناح ايمن. ثابت الجزائري يواصل مسيرته ويسجل هدف رائع. ثم الفريق الجزائري استرجع الكفة لصالحه والنتيجة الآن تبرهن على ذلك. كاين طيلة المقابلة حسب القانون تاع كرة اليد، حسب القانون المسطر والمتبع، ويتسجل هدف السابع لصالح الفريق التونسي. لمسة داني يضيع فرصة لصالح فريقه. ضربة جزاء لأن العربوي نذير تصدى له بالحاجة رقم 15. في الحقيقة ضربة الجزاء قانونية لأن العربوي نذير كان يسجل الهدف الثاني عشر لصالح الفريق الجزائري، وتصدى له بالحرج رقم 15 تاع الفريق التونسي. إذا ضربة جزاء لصالح الفريق الجزائري يسجلها لمسة ثاني أو عمارة، لا عفوا عمارة الاختصاصي، بينما كاين ضربة حرة لصالح الفريق التونسي. سوري فوزي رقم 5 سباطي، فوزي رقم 6 سوري يقذف رقم 5 يتصدى له الحارس نقلي، تصدى الكرة حمروني علي رقم 13 يقذف ويسجل. جناح الأيمن التونسي حمروني علي يسجل. رقم 14 يسجل الهدف 13 لصالح الفريق الجزائري، ولمحات الفرح. وكان اقل من دقيقه يحس ان المقابله انتهت.